بسم الله الرحمن الرحيم. هاي محاضرة الـ Types of Variables، أنواع المتغيرات ضمن موضوع الإحصاء الحياتي أو محاضرات الإحصاء الحياتي. بداية، قبل لا أبدي بالموضوع، موضوع أنواع المتغيرات، ملاحظة حول Biostatistics. Biostatistics أو الإحصاء بصورة عامة، صعوبة الفهم مالته ينبع من استعمال كلمات غير مطابقة للمعنى نفسه. يعني من يجي شخص يترجم الكلمة الإنجليزية أو يترجمها من خلينا نقول المكتشف مال هاي المعادلة أو مكتشف هاي النظرية أو مكتشف هذا التيست أو هذا التغير، من يجي يترجمه ما تجي الترجمة مالته مطابقة تماما. وبعدين تطلب الشرح، تدور بالإنترنت على الشرح، تفتح الكتب على الشرح، تلقى الكلام مثل الرموز، رموز لأنه يجي ترجمة واحد عن الآخر. سأنا أدور بالإنترنت على معنى مثل ستاندرد إيرار أو فاريشن أو ستاندرد كيرف أو أي شيء آخر، تلقى المعنى واحد ماخذ عن الثاني مطابق تماما. كلمات تريد معنى صحيح مطابق تماما ما تلقى بسهولة. ليش؟ لأنه اعتمادا على طريقة الفهم أو استيعاب موضوع الإحصاء الحياتي. الفاريابلز مثلا، نجي اول شيء الفاريابلز. من تجي للجبر والرياضيات، بالرياضيات من استعمل كلمه فاريابل كترجم متغير، متغير سين وصاد اكس وواي. من تجي للاحصاء الحياتي لا، تختلف العمليه، تختلف الاحصاء الحياتي لا، اي شيء اقيسه، اي ماده اقيسها، وبتجي عشرات. انا لقيت 50 نوع من المتغيرات، يعني هاي مينيمم ويجوز أكثر. نفس المتغير تلقى له ثلاث أربع أسماء تلقى له لنفس المتغير. فمثلا مثال، يعني هنا أنه تسمع أنت continuous variable، هذا يعني متغيرات مستمرة، في حين تلقى بعض المتغيرات ما بتستعملها نادرا أو ما تجي، مثل dummy variables، يعني متغيرات غبية خلينا نقول، غير حقيقية. يعني شخص يسوي متغيرات أو يجمع معلومات عن شيء ما له علاقة بشيء ثاني، وهسه راح نمر عليهن بسهولة. أهم شيء نعرفه بالمتغيرات هو خلينا نقول الهدف من هذا المحاضر شنو. من تريد تسوي إحصاء لازم تعرف نوع المتغيرات. من تريد ترسم X و Y، يعني X مقابل Y، تريد تسوي علاقة correlation between X and Y، عدد ساعات الدراسة مثلا ويا الدرجات اللي راح تطلعها بالامتحان. من اللي تخليه على الاكس والواي؟ تجي هسه للبحوث للاطاريح، اكل بعض ما يهتم، يخلي هذا على الواي وهذا على الاكس، في حين لا، اكو مفهوم اخر. المتغيرات اللي اقيسها من اخلي هسه النتائج حول مرض او حول بحث او فد شيء، راح القى اكو امور او متغيرات مستمره، ممكن تاخذ اي قيمه، تاخذ 100 101 104 52 10,000، هاي متغيرات نسميها continuous. بالاس بي اس اس، من تجي تريد تشتغل على اس بي اس اس راح تلقى هاي الكلمه سكيل، يعني هاي المتغير اللي عندك تركيز السكر مال المرضى ذولا 60 واحد، هذا من يا نوع؟ اقول له سكيل، هاي continuous، لان ممكن ياخذ اي رقم. بس مثلا من اجي اخذ الديسكريت، لا، ديسكريت معناه متقطعه، يا ابيض لو اسود، وهكذا، يعني ما ياخذ نص ونص. مثلا كم ياخذ هذا، هاي المنطقه ايش قد تاخذ سيارات، هذا الجراج قد ياخذ سيارات، اقول له 3، واحد يقول له 20، ما عندنا 20 ونص، 20 و4 بالعشرة، اريد اقسم اناث وذكور، رجل ومراه، ما عندي حلقة بالنص، ما عندي ارقام اقدر اخليني هنا، وهكذا. من اجي يعني مثلا تجي عدد النساء، عدد الرجال، او اريد نقسم هي مجموعه الجنس، هذا يسموه ديسكريت، منفصل. أرد أشوف السكان مدينة لو ريف، أرد أشوف الشخص متعلم أو غير متعلم، literate أو illiterate. وهي طبعا ضمن هذني أيضا راح تتقسما إلى variables أخرى. فالمهم بالإحصاء هو الفهم، فهمك الشخصي للمتغير، مو اللي تحفظه مثل ما موجود، يعني ككلمات. وهسه راح نشوف categorical و ordinal. الكاتيجوريال شنو؟ الكاتيجوريال nominal يترجموا أحيانا، يترجموا اتريبيوت، يعني هذا المتغير او القيم اللي اخليها للمرضى مالتي هي تكون عباره عن نوعين فقط، سكس ميل اور فيميل، بس هاي النتائج، هاي شو يسموها
كاتيجوريال فئات، أقسمه إلى فئات، إلى أنواع. اتريبيوت يعني صفة، أعطيه الصفة. ريسيدنسي، هاي أنا يعني كررت لأنه نستعملها هواي بالبحوث. ريسيدنسي، هل سكان ريف أو مدينة؟ ليش يعني ببحوثنا يختلف، تعرض للشمس يختلف، طبيعة المعيشة تختلف، توفر المياه الصالحة للشرب يختلف، وهكذا. الانكم يختلف بين الرورال والاوربان وهكذا. سموكينج، هاي سموكينج مو سكيل، ما اقدر استعمل السكيل. سموكينج اما سموكر اور نوت سموكر. الليرنينج، اذا اخذته كانه يعرف يقرا ويكتب او لا، ليتريت اور الليتريت، امي او متعلم. وهكذا انواع السيارات، ماركه السياره، جي ام سي، فورد، كيا، اريد ارتبهن، اريد اشوف احصاء عندي على عدد على سيارات المباعه مثلا لهذا الشهر من كل نوع. من اجي ارتب كلمه تايب اوف كار اور تايب اوف كومباني اوف كارز، بهالحاله لا استعمل متغيرات. وبعدين راح من نبدا بالاس بي اس اس، راح نشوف شلون نتعامل وياها ونحول هاي الاشياء الى ارقام. الاوردينال فاريبل، اوردينال او الرانكت، الرانكت معناه شنو؟ سلسله، شلون اقول اول وثاني وثالث مثلا، الاوائل اول ثاني ثالث، هاي رانكت بها. درجات السرطان، جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4، ما اجي اخليهن بكيفي ارتبهن ابد اتخربطن. هنا اكو تسلسل، اكو فرق بين الاول والثاني والثالث والرابع، هنا ايضا ما يصير اخذ معدل لهن، ما يصير اخذ معدل طبيعي لهن. هذا من نوع انه يكون عندي اكثر من اثنين، اي اكثر من اثنين ويكون بهن تسلسل. يعني التعليم عندي برايمري، واحد مخلص ابتدائيه، واحد مخلص اعداديه، واحد مخلص كليه، فعندي برايمري سكندري جراجويت، هذا من يا نوع بالاردينال. هذا راح نلقاه بالاس بي اس اس، من تجي للاس بي اس اس نوع الفاريبل تغيره، تحوله الى نومينال الى رانكت وهكذا. او سميه اوردينال. ايضا درجات الطلاب بالخارج، يطو اي اي ماينس اي ماينس اي بلس مثلا، بي ماينس بي بلس وهكذا، هذا اوردينال. فصار عندي ثلاثة اساسيات، عندي درجات مستمرة تاخذ اي قيمة، وعندي كاتيجوريال اللي هي نوعين، وعندي اوردينال او رانكت اللي بيها تسلسل اول ثاني ثالث. هيك خلينا نحفظها، اول ثاني ثالث. النوع المهم عند التمييز بين الديبندنت والاندبندنت، المستقل والمعتمد. اكو معتمد اللي هو الديبندنت، هذا فاريبل يعتمد على غيره، وعندي اندبندنت اللي هو المستقل. المستقل دائما لازم نرسمه على الاكس. شنو معنى مستقل؟ أريد أخذ تأثير العمر على تركيز الكوليسترول. أريد أشوف العمر يأثر على الكوليسترول، العمر هل هو يؤثر على الكوليسترول؟ فالعمر هنا مستقل، ما حد جاي يأثر عليه. من اللي وهذا العمر نفسه جاي يأثر لي على الكوليسترول. إذن الكوليسترول هنا هو معتمد على من؟ على العمر. زين، ساعات الدراسة والنتيجة النهائية، أو خلينا نقول ساعات اللي يعمل بها صاحب السيارة التاكسي مثلا، وش قد يجي إنكم باليوم. فهنا كل ما يزود عدد الساعات كل ما يزود عدد الفلوس، أو عدد الدرجات أو قيمة أو الدرجة ترتفع اللي هي ياخذها الطالب بالامتحان كل ما يقرأ أكثر. إذا الدرجة هنا والربح اللي حصل السائق، اثنيناتهم ذني معتمدات على العدد، معتمدات. هذني اخليهن على محور الواي، اللي على محور الاكس اخليه لازم يكون هو الاندبندنت. هذني كلش مهمات، لان من نجي نريد نشتغل ريجريشن، يعني مقاييس التشتت او الارتباط، راح يكون الاعتماديه كلش كبيره عليهن، ويكون نتائجك غلط اذا خليت واحد بمكان الثاني. ليش؟ لانه بالاس بي اس اس هو مخلي لك مكان، يقول لك هذا الديبندنت هنا تخليه وهذا الاندبندنت. اذا انت ما فاهمه، انت اذا ما فاهمه ما تقدر، راح يطلع النتيجه غلط. الفكره شنو؟ الفكره اشوف منو اللي راح يتاثر. افرض انا اقيس سايتوكاينات عند مرضى السكري، سايتوكاينات عند مرضى السكري، اريد اشوف يختلف عند المرضى والاصحاء. اذا
يختلف التركيز مالتهن. نكمل موضوع الديبندنت والاندبندنت. ف بالتحليلات الاحصائيه بالاس بي اس اس اللي راح البرنامج اللي راح نشتغل عليه راح يكون عندك كلش مهم انه تحدد منو الديبندنت والاندبندنت. المثل اللي اخذناه قبل لا ينتهي تسجيل البانديكام، المثل اللي اخذناه هو هل يعتمد التركيز السيتوكاينات او الانترلوكينات اللي جاي اقيسها هل يعتمد على المرض؟ فالحالة منو اللي ثابت؟ اللي ثابت عندي المرض نفسه، الدايجنوسيس هذا ثابت اندبندنت. زين ذن المتغيرات هن اللي يكون اندبندنت، هن اللي راح يتغير تركيزهن اذا كان الشخص مريض او غير مريض، فلازم اخليهن وين هنا بالديبندنت. ايضا بارامتريك ونون بارامتريك. هسه لو تاخذ البارامتريك كلفظ يعني يعطيك غير معنى تماما مختلف عن المعنى الاحصائي. احنا هنا من نقول نون بارامتريك او بارامتريك ابسط تفسير الهن ذني انه هل يتوزع عن طبيعي لو لا. اللي نورمال ديستريبيوشن يتوزع عن توزيع طبيعي هاي نسميه بارامتريك، اللي ما يتوزع عن نون بارامتريك. واحد يقول شنو يعني توزيع طبيعي؟ توزيع طبيعي معناه لو اخذنا درجات الطلاب بامتحان طبيعي، امتحان مثالي خلينا نقول، كم واحد راح ياخذ عندي صفر او واحد او اثنين يعني بهالدرجات القليله؟ عددهم كلش قليل. كم واحد راح ياخذ عندي 199 او 98؟ هذول قليلين. الاغلبيه وين راح تكون متمركزه؟ الاغلبيه راح تكون متمركزه بالوسط. الأغلبية بالوسط، فتشوف الشكل بالضبط شكل الناقوس، شكل الناقوس فيسموه نورمال ديستريبيوت. أكو قيم لا ما تتوزع طبيعي، يعني مثلا الاتس سي جي، الاتس سي جي الطبيعي جوا الخمسة اللي هو تحليل الحمل، بس من يصير الحمل يصير إلوف. زين من أجي أخذ مجموعة نساء حوامل وغير حوامل هذا أصلا ما يتوزع طبيعي إذا خبطتهم سوية. أب نورمالي، نورمالي، نوت نورمالي، نوت نورمالي distributed. اوكي فهنا التمييز بيناتهم هو الاساس بانه تختار الاحصاء الصحيح اللي يحدد اللي يطلع لك النتائج اللي تريدها. اذا غلطت بتمييز من النار بارامتريك ومن بارامتريك ما راح يطلع الاحصاء صحيح. عندنا الكونفاوندنج فاريبلز، هاي اكو بعض المتغيرات تاثر على شغلي، تاثر على شغلي بلي ما احس بيها. مثل ايش؟ مثلا يجون الناس مثلا يقيس متغير عند مرضى المرض الفلاني، يجي قاسه وقال لقيت اختلاف بين المرضى والاصحاء. زين هل دخلت تاثير العمر؟ يجوز الاختلاف يعود الى السمنه مالتهم، يجوز اكو بهم اسمان واكو بهم ضعف، يجوز هاي المجموعه اكثر سمنه من هاي المجموعه. فبالحاله نحتاج شنو؟ نحتاج نسوي كنترول فاريبلز. يعني انا من اسوي مجموعه السيطره، بس اختار مجموعة السيطرة اختارها بحيث تكون مطابقة نسبيا لمجموعة المرضى بكل شيء عدا المرض. يعني اختارهم نفس نسب السكس، اختار نفس نسب السكس. مثلا عندي 60 مريض اختار 20 اناث و40 ذكور. من جي اختار الاصحاء اختار 10 ب20، يعني نفس النسبة 1 الى 3. فالحالة ما راح يطلع عندي تأثير المن للجنس. البي ام اي البودي ماس اندكس، يعني ايش قد اسمان دولة اخذهم متقاربين، يكون ماكو significant difference between patients and control in BMI، لازم يكون ماكو فرق بيناتهم. اذا اقيس اشياء نفسية لازم استعمل التعليم بهالحالة، استعمل الانكم، يجوز الدخل مالتك، يجوز هذا الفقر مسبب له الازمات النفسية، وهكذا اخذ المتغيرات كلها اثبتها بحيث اشوف هذا المرض من يؤثر عليه، شنو الاشياء اللي جاي تاثر عليه، كلهن اساويهن بين المرضى والاصحاء واخلي فقط المرض هو المتغير. يعني ما يصير تجي تفتح مثلا اطروحه او بحث او هاي وتلقى اول شيء والله مسوي مقارنه ولاقي المرضى اسمن من الاصحاء، يعني ما سوينا شيء. يعني بالحاله كل البحث غلط لانه التغير اللي صار بالسيتوكينات او الانترلوكينات هو سبب السمنه مو سبب المرض. او ياخذ مثلا ياخذ مجموعه المرضى عندهم ثلاث اربع امراض ويقول لقيت هذا صاعد وهذا نازل، ها
هاي كلها كلها تعتمد على الفاريبلز. لازم اسوي كنترول فاريبلز، كنترول فاريبلز اثبت كل شيء لهم. عندي ايضا بعض المتغيرات اللي تاثر على العلاقات، نسميها لوركينج فاريبلز. لوركينج فاريبلز يسوي لنا علاقات خاطئه، تسبب لي علاقات خاطئه. يعني مثال تعلمناه من احد اساتذتنا بالخارج، مثلا واحد مسوي علاقه يقول مثلا تناول الايس كريم يسبب الغرق، اكو علاقه بين عدد الغرقى، عدد اللي غرقوا، ويا زياده تناول زياده تناول الايس كريم المثلجات. زين، من تجي تحلل الشغله، هو ليش بدأ زاد تناول المثلجات؟ زاد بسبب حرارة الجو. زين، ليش زادوا الغرقة؟ لأنه بسبب حرارة الجو زاد ارتياد المسابح والأنهار وغيرها. إذا ما تقدر تقول اكو علاقة تمام، نسوي احصاء راح تلقان اثنين صحيح موجود، بس هذا مو هذا يسموه لركينج فاريبلز، وبعدين احيانا يسموه حتى دومي فاريبلز، غبي يعني، لأنه لازم اشوف المتغير نفسه واكو فد شي دايركت قابل للتفسير، وكون استثني ذن العوامل الاخرى. زين، عندي بعض التسميات اللي هي اقل شيوعا، يعني عندي الباينري اللي هو ازواج، مثلا اريد اسوي في التحليل هاي احتاج بالريجريشن ازواج بين المرضى والاصحاء، المرضى اللي لديهم ارتفاع بفلان شي ولديهم انخفاض. يعني استعمل البي ام اي واقسمهم قسمين، اقول ذول سمان فوق ال30 وذول غير سمان جوا ال30. زين، فهذا ونوب اشوف تاثيرات، اشوف هذا المتغير هل يؤثر على المواد اللي قستها، السمنه هل اثرت، هذا كله ما نقدر نعرفه الا بالريجريشن، لوجيستيك ريجريشن. والباينري ايضا نقدر نستعمل باينري لوجيستيك ريجريشن. دايكتوماس فاريبلز نفس الكلمه، هي انه ثنائيات الصفر والواحد، القصير والطويل، السمين والضعيف، اليس او نو، وهكذا، يعني مدخن وغير مدخن وهكذا. الاكزوجينيوس ايضا هاي تتكرر علينا موجوده، الاكزوجينيوس المؤثرات الخارجيه، المؤثرات الخارجيه اللي غير اللي انا جاي اقيسه، مؤثر خارجي جاي ياثر لي وجاي يسبب لي اخطاء. اكسترينيوس فاريبلز ايضا اللي هن احيانا نسويهن كوفاوندرز، اللي هن السكس، الايج، البي ام اي، هذني التعليم، السموكينج، هذني اللي لازم اخذهم بنظر الاعتبار عند اجراء القياسات، لان ذني لازم لهن تاثير، واذا احيانا نلقى لهن تاثير بس نوت سيجنيفيكانت مو مشكله، بس اذا لقيت سيجنيفيكانت لا لازم ذيك الساعه اسوي سبجكت بتوين تيست، ايضا نوع من انواع الريجريشن. وهاي اقل شيوعا يستعملون ايدنتيفاير، انترفينينج، ليتنت، ميدياتينج، مودريتينج، دامي، اوبزيرف، وهكذا ذني انواع اخرى اقل شيوعا بكثير. المهم انه نعرف نميز بين الديبندنت والاندبندنت بنسوي علاقات، نوع الفاريبل هل هو كونتينيوس هل هو ديسكريت، الديسكريت هل هو شنو نوعين، اناث وذكور مثلا، مدخن غير مدخن، لو لا بتسلسل مثل درجات السرطان ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 جريد 1 جريد 1 2 جريد 3 وهكذا، او درجات الطلاب الاول والثاني والثالث على المحافظه او على الكليه او على القسم وهكذا. فمعرفه الفاريبلز تؤدي الى الاحصاء الصحيح. Thank you for listening.